السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. رجعنا لكم من قناتكم حرفة تحفة، فيديو تاني جديد. النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنجيب ده التيكت اللي بيجي. التيكت دوت طبعا بيكون فيه منه اشكال كتيرة زي القلب، وانا هفرغ معاكم كده القلب. بيكون فيه كمان اشكال تانية مختلفة وبتكون حلوة، بنرميها ليه ما نستغلهاش ونعمل بيها تزيين كده للمدرسة، ادوات المدرسية هتشوفوها بفكرة جميلة وبسيطة جدا. ممكن هنا برضو اللي ما عندوش القلب دوت يقدر ان هو يستغله، هقول لكم دلوقتي بايه، ويعمل قلب زيه، قلب عادي خالص، ويحط فيه ورده في النص من الجاهزه. انا هنا بعد ما قصيته هبتدي من ورا ان انا اجيب خيط المكرميه، وهبتدي كده ان انا الف من ورا عشان الشكل يكون عندي من ورا ومن قدام، يكون منظر حلو في من الجنبين. هبتدي كده ان انا الف كده بخيط المكرميه، بخيط المكرميه كده هنلف حوالين القلب بالظبط. هعمل نفس الشكل كده بس من ورا هيكون برده بنفس اللون بتاع الورده، انا حبيت عشان انسق بس الالوان بنفس اللون. هلف كده للاخر خالص هنا دوت اللي هو الورق اللي بيجي فيه علب الحلويات، تقدر ان انت ترسمي عليه القلب برضو، بتستغليه بالشكل دوت. وتقدر ان انت تحط الورده اللي جاهزه اللي ورا، تعمليها في طرق كتير قوي في القناه عاملين فيها ورد، او ممكن ان انت مكان ما تجيبي ورده جاهزه وبرضو تعملي من ورا كده اللون بالخيط بنفس اللون بتاع الخيط بتاع الورده. هبتدي هنا كده ان انا هجيب ده برضو الخيط اللي كان متعلق في التيكت، انا ما رميتهوش لان شكله حلو فضي كده في ابيض، شكله جميل قوي. فهبتدي كده ان انا ارسم برده قلب صغير كده في النص. انا هنا كده بحب استغل اي حاجه تكون موجوده عندي، ما بحبش ارميها حتى لو قطعه كده من الخيط، لان شكلها حلو بجد. هبتدي كده ان انا اكمل كده بنفس الطريقه القلب كده للاخر خالص، هبتدي كده اكمله للاخر. ولو فيه عندي اي زياده بتطلع من الشمع طبعا لازم ان انا انضفها وبشيلها، بتتشال معايا بكل سهوله على اساس ان المنظر يكون في الاخر شكله حلو. هكمل القلب للاخر خالص كده بنفس الطريقه، بكمل كده القلب للاخر خالص. اللي اول مره يشوفنا ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مننا اشعارات بكل جديد، وما تنسونيش بقى في اللايك. خلصت القلب بقى بالشكل دوت كده، هبتدي كده تشيل لو في اي زيادات، وانا كده بجيب شريط تزيين وببتدي الفه كده حوالين القلب من الطروف من بره كده. اي شريط تزيين مش شرط تلتزمي بنفس الشريط اللي انا شغاله بيه، ممكن برضو لو عندك خيط فضي يمشي هيبقى شكله حلو. ده من ورا كده شكلها اهوت اللي هو موجود، وده اللي انا عملته. هبتدي برضو هنا ان انا هجيب شريط لولي هنا، وهبتدي ده اصغر مقاس، وهبتدي ان انا الف كده اللولي حوالين القلب بالشكل ده. هبتدي بعد كده هنا دوت الورقه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي بتاعت علبه الحلويات، هبتدي ناخد منها شريط عرضه 2 سنتي والطول بتاعه 8 سنتي. هبتدي كده ان انا الف كده حوالين القلم، بثبت في الاول بنقطه صغيره من الشمع وبلف بالشكل دوت كده. وهبتدي اثبته هنا في الطرف كده بتاع القلب اللي انا عملته بالشمع بالشكل ده. هنا كده هجيب ده شريط استرس، هاخد منه واحدة بس بالشكل ده عشان اعمله. ايه رأيكم بقى في المنظر بعد ما كملته؟ مش تستاهل لايك؟ ما تنسوش تحط اللايك. دي اول فكرة معايا. تاني فكرة هجيب هنا دوائر، دي من كيس المشتريات اللي هو الكيس القماش، قطعت منه 5 دوائر، والخمس دوائر قصيتهم لنصين، بقى معايا كده 10 نص دايرة. هبتدي كده ان انا احط نص الدايرة على النص وطرزها كده بالخيط بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده زي ما هو واضح معايا اكتر، وبعدين بشد الخيط كده وبطلع ان انا اثبت كده طرف الخيط معايا. بعد كده هجيب هنا كده دي سلاكه اذن، وهبتدي كده ان انا هنا في سلك اللي هو السلك الاخضر اللي هو اللي بيكون في الكهرباء، هبتدي ان انا الفها كده عليها وبثبت وبثبت كده الطرف باستخدام الشمع. بعد كده هنا هبتدي ان انا هجيب معايا قماش جوخ اخضر، او ممكن بكيس المشتريات لو متوفر عندك اخضر، ببتدي ارسم كده زي ما انتم شايفين اللي هو العنق بتاع الورده من تحت، وابتدي اعمل برضو الافرع بالشكل دوت. هنا كده ابتدي ادخل كده العنق بتاعها في السلك الاخضر، وابتدي اثبت كده الاطراف كده بالشمع بس شمع خفيف. هبتدي هنا كده ان انا اقص الزياده من السلك، وابتدي هنا ان انا اجيب القلم وهجيب معايا شريط برضو من قماش الجوخ عرضه 2 سنتي والطول بتاعه 8 سنتي برضو. هبتدي ان انا الف كده حوالين القلم وبثبت برضو زي ما انتم شايفين كده الطرف معايا، ممكن قلم رصاص قلم جاف زي ما انت حابه ان انت تثبتيه بالشكل ده. وابتدي ان اقص الزياده من فوق. من هنا بقى هبتدي ان انا احط كده الشمع عشان اثبت معايا الورده فوق بالشكل ده.
بثبت الوردة زي ما انتوا شايفين كده، بحاول ان انا هنا كده اشيل لو في اي زيادة خالص عشان ما تبقاش مكعكلة معايا وتبقى مظبوطة، وبعدين بثبتها بالشكل دوت. بظبطها بعد كده لو فيها اي حاجة، وابتدي هنا كده انا احط نقطة من الشمع، بشيل زيادات برضو الشمع. هبتدي هنا كده انا هجيب الفرع اللي انا عملته، الفرع زي ما انتوا شايفين بين الفرع والتاني زي بطول من جوه، هبتدي كده ان انا احط نقطة شمع، وبعدين ابتدي ان انا اخليه كده عكس عكاس زي ما انتوا شايفين، واحد رايح ناحية ايدي اليمين وواحد رايح ناحية ايدي الشمال بالشكل ده. هو دوت المنظر، الفكرة التانية معانا، ايه رأيكم؟ شكلها حلو اوي كأنها وردة طبيعية. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تقول رأيكم في الكومنتات على الفكرتين بتوع النهاردة، والسلام عليكم.